أمن المعلومات والأمن السيبراني تكمن أهميته في توفير بيئة آمنة تضمن حماية مستخدمي الحاسوب سواء عند استخدام الإنترنت أو عند الاستخدام المنزلي الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أثراً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية عمان الرقمية وتوفير أمن المعلومات. من أبرز إنجازات قطاع أمن المعلومات بهيئة تقنية المعلومات تأمين 40 موقعاً حكومياً، إجراء 31 تقييماً أمنياً. وفي مجال الحماية والتحليل تم التصدي لمليونين ومائة وواحد وخمسين ألفا ومائة وثلاثة وثمانين محاولة للإضرار بمواقع وبوابات حكومية، التصدي لمائة وثلاثة وثلاثين مليونا ومائة واثنين وسبعين ألفا ومائة وثمانية وسبعين محاولة للإضرار بشبكات حكومية، التصدي لثلاثمائة وثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين وثمانين محاولة اختراق، مسح 27 عنوانا للإنترنت، اكتشاف 169 نقطة ضعف، تحليل 632 برنامجا تجسسيا و 38,679 فيروسا وبرامج مضرة، التحقيق في 330 حادثا أمنيا، تأمين 5 مواقع وبوابات، إحالة 9 حوادث أمنية للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية. الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال في تقنية المعلومات بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتأمين حماية وسرية وخصوصية البيانات في الفضاء الإلكتروني. وتحمل هيئة تقنية المعلومات على عاتقها عملية تطوير وتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني في سلطنة عمان. المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع لهيئة تقنية المعلومات هو مركز لتحليل المخاطر والتهديدات الأمنية الموجودة في الفضاء الإلكتروني ولتوصيل هذه المعلومات لجميع مستخدمي خدمات الإنترنت ووسائل تقنية المعلومات سواء كانوا من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد. تم تأسيس مركز اتصالات متخصص يمكنكم من خلاله الإبلاغ عن أي حادثة أمنية متعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عن طريق الخط الساخن للمركز 24166828. وقد اكتشف المركز أكثر من 8713 هجوماً حقيقياً وخطيراً على الأمن السيبراني، 537 برنامجاً ضاراً، الاستجابة لأكثر من 400 حادث أمني، إصدار 491 نشرة إعلانية وتحذيرات عن المخاطر الأمنية، وأجرى المركز 13 تقويماً لنقاط الضعف والنفاذية. أما في جانب الاستجابة لبلاغات الأمن السيبراني فقد تم تسجيل 548 حادثاً أمنياً تمت معالجة جميعها بنجاح. وفي مجال تحليل الأدلة والقرائن الرقمية فقد قام المركز بالتعامل مع 118 حالة نتجت عنها إجراء 288 تحليلاً. وتسعى الهيئة جاهدة في توفير إجراءات استباقية للحد من أثار ومخاطر الحوادث الأمنية، ونتج عن ذلك التحاق 11 جهة حكومية جديدة، التحاق 26 سفيراً جديداً في برنامج سفراء الأمن السيبراني، تدريب 50 سفيراً حيث بلغ العدد الحالي لسفراء الأمن السيبراني 514 سفيراً وسفيرة، المشاركة في التمرين السنوي لجاهزية الأمن السيبراني، وغيرها من الجهود التي تبذل بهدف توفير بيئة آمنة تضمن حماية مستخدمي الحاسوب سواء عند استخدام شبكة الإنترنت أو عند الاستخدام المنزلي الخاص. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.cert.gov.om.